أهلا بحضراتكم من جديد. وإحنا بنعرض أخطاء التحكيم بنستعين بآراء الخبراء وما بنقولش رأينا، وبنتكلم على الحقوق العادلة لكل الأطراف، وبنقول إنه لو الأهلي ملوش حق ما تديهولوش، مش هتفيده. أنت مش هتفيد الأهلي لو اديته حاجة مش حقه، أنت تفيده لما تديله حقه، عشان ده نقاء ونظافة البطولة، دي الرياضة. كمان في العلاقة التاريخية بين الأهلي والزمالك، وأنا هنا بتكلم على الكيانات الشعبية، الأهلي والزمالك، الأهلي والاتحاد، الأهلي والإسماعيلي، الأهلي وأسوان ودمياط وكل والمنصورة، كل الفرق الشعبية اللي ليها ظهير شعبي، ليها ناس تخاف عليها، ليها جمهور يحس بيها، ليها ناس بتتألم لهزيمتها، كل الكيانات الشعبية دي أنا لما أتكلم عنها لازم أنا أتكلم عنها باحترام، لأن الاحترام ده بينسحب على كل هذه المشاعر المرتبطة بها، المرتبطة عاطفيا حتى وجدانيا بهذه الكيانات الشعبية المحترمة بكل الأندية دون استثناء. لكن لما ألاقي الزميل أحمد عفيفي في قناة الزمالك يصف النادي الأهلي باللفظ اللي هتسمعوه ومحدش يتكلم ومحدش يغضب ومحدش يعتذر ومحدش يعقب، يبقى في مشكلة، يبقى في مشكلة محتاجة ضبط المفاهيم والمصطلحات، انه اللفظ ما عادش يتقال في حق كيان شعبي محترم كبير بحجم وقيمة النادي الأهلي ومحدش يتكلم. نسمعه. بنهاية شهر 5 هيكون الزمالك لاعب 6 ماتشات في الدوري، 6 في الدوري أكتر من الأهلي، بالإضافة إلى جولة في الكاس أكتر من الأهلي. السؤال الذي حير الملايين، طبعا مش هتكلم بقى عن فكره تكافؤ فرص وفرقتين بينافسوا، فطبعا الكلام ده احنا المفروض نكون نسيناه، يعني دي رفاهيات، دي مشاكل عالم اول مش المفروض نتكلم عنها اصلا. لكن خلينا نتكلم بالارقام، انسى بقى تكافؤ الفرص وانسى انسى ارقام. 6 ماتشات اكتر واحنا بنلعب دوري، ففي مرحله ما، في لحظه ما من عمر البشريه، الاهلي هيحتاج يعوض الست ماتشات دول عشان نبقى لاعبين قد بعض. هيعوض امتى وهيعوض ازاي؟ هتحط له ماتش كل يومين مثلا، هيعيط وهتعمله اللي هو عايزه، دي قصه حياتنا، قصه حياتنا، يعيط تعمله اللي هو عايزه، حتى لو كان بيغير لائحه بطوله، حتى لو اي حاجه، بيعيط بياخد اللي هو عايزه. الحقيقه كابتن عفيفي مش الاهلي اللي بيعيط، مش الاهلي اللي عايش المظلوميه، مش الاهلي اللي عمال يدور على تلاكيك وحجك ويقول بطولات حلال وحرام ويحط نسب، مش الاهلي اللي عمال مسلط ناس تذاكر ازاي تطعن في بطولاته وامجاده، مش الاهلي يا كابتن عفيفي اللي بيعيط، وهيعيط ليه وفي حد متفوق طالع الاول يعيط؟ ازاي؟ مين اللي بيعيط؟ اللي عايز يلحق ومش قادر هو ده اللي بيعيط. ورغم كده يعني احنا عايزين نعرف، هو مش في ضبط الاداء الاعلامي؟ طبعا. طب هو ده مسموح بالكلام ده؟ ده لفظ انا اقدر اطلع اقول للزمالك هذا اللفظ؟ هل ده يحدث يا جماعه؟ احنا نرد على واحد بيقول كده، نرد عليه هو؟ مفيش حد بيعيط، الانديه ما بتعيطش، اصل العياط ده انما اللي زي كده، النوع ده من الناس اللي اصبح مزاد في المتاجر على مشاعر الجماهير، ان كل ما يقول افيه فالجمهور وراه يسنده. ها هم دول اللي عاملين الليله كلها، هم دول اللي يعني ده اللي بيدفع او بيكسب من عمليه انه يقول افيه ويعمل تحفيل. مهما كان الانديه ما بتعيطش، الانديه كبيره وخصوصا الانديه الشعبيه، زي ما انت قلت اللي وراها جماهير يجب احترام مشاعرها. عيب، عيب، لانه ده كلام فارغ، ده بجد في لغه الاعلام اسمه الكلام الفارغ اللي لا يصح ابدا، وبيعيط وهيعيط ويكررها، ده كلام سوشيال ميديا كده، هو كده بقى البطل، اسقف مفتوحه، ده كلام ناس قاعده في طراوه تقول اي حاجه، لا ده بقى بطل كده، كلام مسؤول، ما اعتقدش دي لغه اعلام مقبوله. استاذ ابراهيم، ما نقدرش نقول احنا افيهات احسن من دي 100 مره؟ طبعا هبقى اقولهم لك وخليهم عندك في ورقه كده، يعني لكن لو هنتكلم في جانب الجد، سيبنا من لعب الحاجات الصغيره والناس الصغيره، لو هنتكلم في المضمون، خلينا دايما وابدا يعني حريصين على المضمون، مش هننزل لمستويات صغيره قوي، لكن في المضمون
حفيفي بيقول لك انا مش هتكلم على طرف في تكافؤ الفرص وكلام العالم الاول، كما لو كان مطلوب من النادي الاهلي ما يشاركش في افريقيا وما يلعبش كاس العالم للانديه وما يطلعش بره مصر عشان يتفرغ للمسابقه المحليه، عشان هو واي حد عايز ينافسه انا عايز يلعبوا قد بعض. لا انا عايز اقول استاذ عفيفي اللي بيحاول يعني يبان ان هو المنظر، يعني هو الزمالك لو كان كمل في البطوله الافريقيه، طب ما انا خليني اقول لك هو ساعه لما كمل حصل ايه؟ لا دلوقتي في اللحظه دي كان هيفضل موجود زي السنه اللي فاتت. مش هيفضل موجود، كان هيلعب الماتشات دي. طب خد دي. هو ايه اللي خلاه يلعب الماتشات دي؟ لانه عنده وقت يلعبها. خد دي بدل ما ننزل لمستوى حد صغير قوي. خلينا في المضمون، خلينا في المعلومه. في موسم 2016 لما الزمالك لعب نهائي افريقيا وكان امام صن داونز بالمناسبه، في الموسم ده بدأ 15/9 لغاية 25/10 منه في 40 يوم الأهلي لعب وقتها في المسابقة المحلية هنا 6 ماتشات قدام الإسماعيلي من 17 سبتمبر ونهاية ببتروجيت 25 أكتوبر مرورا بالمقاولين ودجلة والداخلية وأسوان ونهاية ببتروجيت. عارف يا سيادة الكبير قوي يا اللي ما بتعيطش، الأهلي لعب 6 ماتشات في 40 يوم والزمالك عشان كان في البطولة الأفريقية مكمل لعب في 40 يوم كام ماتش؟ يا صاحب طرف العالم الأول ماتشين 2 في 40 يوم، ماتشين 2 في 40 يوم. وعلشان أوفر عليك مجهود البحث، قدام النصر للتعدين 29 سبتمبر وقدام سموحه 27 اكتوبر. محدش ساعتها قال وحتى بين الماتش ده والماتش ده قد ايه؟ 29/9 و27/10 ماتشين في 40 يوم بينهم وبين بعض. الاهلي لعب في الوقت ده 6 ماتشات. الاهلي كان 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 لسه مشارك في البطوله الافريقيه ولا كان خرج؟ لا كان خرج. كان خرج. كان خرج. كان الزمالك صعد و في النهائي لعب مع صن داونز رايح جاي 15 و23 اكتوبر. الزمالك هيكون لعب اكتر من الاهلي 6 ماتشات، ده كلام الكبير قوي ده. الزمالك هيكون بنهايه شهر 6 دلوقتي هيكون لعب اكتر من الاهلي 6 ماتشات، بس فين تكافؤ الفرص وفين طرف العالم الاول والعالم الثالث؟ انتوا بتجيب على اساس ان الاهلي كان نايم في مدينة نصر، يعني على اساس ان الزمالك بيلعب 6 ماتشات والاهلي مريح؟ ده الاهلي مقارنة بالزمالك خلال نفس الفترة الزمنية، الاهلي لعب 8 ماتشات في نفس الفترة والزمالك لعب 6 مباريات. اذا كان الزمالك هيبقى لعب 6 مباريات محلية زيادة على الاهلي، فالاهلي لعب زيادة عن الزمالك والاخرين 8 مباريات قارية ودولية مختلفة. ايه رأيك؟ هو بيلعب بطولة عالم؟ هو مش عايز الحقيقة، هو عايز يقول كلمتين الناس تاخدهم وتجري. هو ده واحد لا بيسعى للحقيقة. زي ما أنت بتقول، لو الزمالك كان تقدم على الأهلي بست ماتشات والأهلي قاعد في البيت، لا ده أنا أول واحد أقول أنتوا بتعملوا كده ليه في الأهلي؟ واخد بالك؟ مش في الزمالك. أيوه. لكن لما الاهلي يكون لاعب اكتر من الزمالك في نفس الفتره اللي هو بيشتكي فيها ان الاهلي ما بيلعبش، طب يحصل ايه؟ من اول ما تصفر للموسم السنه دي يا عم الكبير قوي، الاهلي لعب 34 مباراه في كل البطولات لغايه نهايه 6 يعني، والزمالك 32 مباراه في كل البطولات. هو احنا بنعاقب الاهلي انه بيلعب في كاس العالم للانديه؟ مش عايزين نحسبها له؟ بنعاقب الاهلي انه بيلعب في بطوله ابطال افريقيا ومكمل؟ ده بما فيهم السته بتوع الدوري المحلي. ايوه. 8 مباريات للاهلي زياده يعني عن الزمالك يعني افريقيا وعربيا يعني وعالميا. يعني مرتاح اللي بيتكلم عليه برضه لاعب اكتر من الزمالك. وايه يتخللهم ايه بقى يا استاذ ابراهيم؟ سفر. سفريات افريقيا. 8 مباريات للاهلي زياده عن الزمالك، 3 مباريات في كأس العالم للأندية في قطر من 8 ل 15 فبراير، مباراتين في دوري أبطال أفريقيا مع سنديب التشادي وهو نفس الدور اللي انسحب فيه منافس الزمالك فما لعبش، مباراتين في ربع نهائي دوري الأبطال مع صن داونز
وهو الدور لم يصعد له الزمالك. مباراة السوبر الأفريقي اللي هتتلعب مع نهضة بركان، ولسه كمان هيلعب مباراتين مع الترجي في قبل نهائي أفريقيا، وهناك نهائي محتمل فيه مباراة، بالإضافة للسوبر المحلي مع الجيش المؤجل للمرة الثالثة. ده الفارق اللي بين الأهلي والزمالك. مش ذنب الأهلي إنه بيلعب في أفريقيا وفي كأس العالم للأندية وفي سوبر، فعايزه يلعب هنا في الدوري. ازاي؟ أنا بفكرك إن أنت اللي عملت ده في 2016، أنت توسع لك الجدول خالص، وحتى الموسم اللي الزمالك خد فيه بطولة الكونفدرالية كان هو اللي بيحط الجدول وما بيلعبش، وشفناه في أربع مباريات في حوالي شهرين مفيش غيرهم. هل الأهلي اللي يستحق يتقال عليه اللفظ اللي انت قلته ومحدش للأسف اعتذر عنه خالص؟ الكلام كمان على الزميل خالد الغندور، قال لك الأهلي هيكون هيلعب في شهر يونيو مباراة واحدة، وفي شهر يوليو مباراتين، والزمالك هيكون زيادة 7 مباريات ومباراة زيادة في كاس مصر. وفين مبدأ تكافؤ الفرص؟ ده انتهى لما تقابل فرق هبطت، غير لما تلعب فرق يتصارع على البقاء. يعني انتهى من انتهي من مبارياتي وافضل اتفرج على الاهلي وانت بتلعبني مباراه الاسماعيلي ليه؟ هو الاهلي اللي اتاجله بمزاجه؟ ما هو نفس المعيار يا كابتن خالد اتطبق على الزمالك، اتطبق على الاسماعيلي، اتطبق على الاهلي، اتطبق على بيراميدز دلوقتي هو بيشارك خارجيا. انتوا ليه باصين لمشاركه الهلال على ان هو راح يتفسح؟ والوضع لما اتعكس، والوضع لما اتعكس كان رايكم ايه؟ وربنا يوفق الزمالك ويوفق الاسماعيلي ويوفق كل فريق يدخل في افريقيا، واي بطوله قاريه لازم هيتاجل له ماتشات، واللي ما بيتاجلوش ماتشات لازم هيلعب ماتشات. يعني مطلوب ان هو يفضل عامل هولد للدوري لغايه لما الناس اللي مسافره دي ترجع. فين يا جماعه؟ فين المنطق؟ فين المنطق بجد؟ ده كلام بيتصدى استاذ ابراهيم، ما هواش بغرض المنطق عشان الناس تتعلق بيه ويتهيأ لهم ان في ظلم.